اخر مره ده احمد حسيت ان انت كنت هتطلع منه او يعني هترجع؟ لا 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 لا، كنت حاسس ان انا وصلت لمرحله، انا وصلت لمرحله من الاكتئاب كمان، كانت صعبه قوي لدرجه ان انا كنت ما بخرجش من الاوضه بالشهرين والثلاثه، يعني الاوضه فيها الحمام ف يعني في نفس الاوضه، فممكن ثلاث شهور ما خرجتش من باب الاوضه، ما طلعتش الريسبشن، يعني كنت واصل لمرحله واللي هو عايز مراتي بقى تمشي وعايز اطلقها و علشان اموت لوحدي. بفضي علشان خاطر اتكل بقى ما بقى ما شيلش حد هم. وبصراحه يعني مراتي وامي وحماتي واولادي وكل الناس يعني وقفت جنبي، بس اكتر واحده وقفت جنبي كانت مراتي خالص، وثلاث سنين في البيت وتخن رهيب وحالات اغماء او اسمها نوم مفاجئ. يعني ممكن ابقى قاعد اتكلم معاك كده واروح في النوم وفجاه نبص على حاجه في التلفزيون، فانا اروح في النوم ممكن نص ساعه ساعه، وانت تبقى قاعد باصص لي كده وتقول طب اعمل ايه؟ انت صاحبي يعني عندي في البيت. فتقوم لامسني فاقول لك ها يا معلم، وبعدين كنا بنقول ايه؟ تقع من ذاكرتي الساعه او النص ساعه اللي انا نمتها دي، بكمل معاك الموضوع اللي انا كنت فيه من نص ساعه قبل ما انام. يعني كان شلت كتير بصراحه. انت شلت كتير الحمد لله. ما هو بص يعني الحمد لله اللي ربنا بيبتليه بيحبه وبيعوضه وبيخلص منه اكيد غلطات، لان ما احناش ملائكه طبعا، اكيد كلنا بنغلط، ما فيش حد ملاك ابدا، ما فيش حد معصوم. لا ورجعت ونجم كسرت الدنيا وجان، رجعت بدات من الاول، خلي بالك بدات من الاول، بس في الاخر وصلت للي ما حدش وصل له الحمد لله، ان انت تبقى بالشكل ده. انت الناس كلها كانت شغاله في رمضان والناس كلها اجتهدت على قد ما تقدر، بس أنا في الاخر ربنا انا حاولت بقى في الفتره دي كلها ان انا اطور من نفسي، اتفرج على بره، على افلام، على ممثلين، بقى في لوكس حلوه، بقى في جيم، وبقى في سمارت بالظبط، يعني كل مره بعمل شكل. الاول خسيت الحمد لله ورجعت خضيت، يعني كانت اكبر خضه للناس انهم شافوا احمد زاهر في حكايه حياه بالخسيه دي بعد ادم، يعني الفرق كان سنه، كان فرق كبير كمان. فالسنه دي انا عضيت فيها الارض، ويعني تعبت فيها جامد جدا، ورياضه وسكواش، انا اصلا كنت لعيب سكواش وانا صغير، ده اكتر حاجه بتخسس، ده صعب قوي. فصعب جدا السكواش ده، انا داخل الملعب رجلك ما بتلمس ما بتفضلش على الارض ثانيه واحده، انت عمال تتنقل من هنا لهنا، فطبعا مع التخن ده كنت ساعات اتخبط في الحيطه، اقع على الارض واكمل. كنت حاطط في دماغي هدف، واللي خلاني اعمل كده محمد سامي، عشان كده بقول لك ان افضل محمد سامي عليا هو اللي شجعني. هو اللي شجعني ايه؟ هو اللي خلاني اخس، قال لي انت بص انت في دور السنه الجايه، جان كده سليم لابس البدله فت كده وسليم وجسم وبتاع، لو فضلت كده مش هتعمل الدور، وبعدين انت ايه الكرش ده؟ ايه الكرش ده؟ مين بطله تحب انها تحب واحد بكرش زي ده؟ وايه ده؟ وايه ده؟ كرهني في نفسي عن قصد، عشان انا بشكره، انا بشكر، شكرا محمد سامي، علشان عشان اكره نفسي، علشان اعمل المستحيل، علشان اجيله ادخله على صاله البروفات وانا رفيع كده، فيقول لي هو ده. اول مره شافني محمد عيط، يعني عايز اقول لك يعني عيط؟ لان هو كان بيسخني كل ده علشان انزل نص اللي انا كنت فيه، حتى ما تخيلش ابدا ان انا هخش له فعلا سليم ببدله.